دكتور ليو من لندن، الكل يحذر من هذه الحرب الباردة، الكل يرى أنها إن لم تكن بدأت على استحياء فإنها على الأبواب. ماذا سيكون طبيعة الموقف الصيني حينها إذا ما نشبت هذه الحرب الباردة وأعادتنا إلى أجواء الستينيات؟ أعتقد أن السؤال سؤال معقد أو مركب، وهناك الكثير من النواحي التي قد تشبه الحرب الباردة، لا سيما عندما نتحدث عن الأيديولوجيا المختلفة بين الصين وأمريكا وزيادة التنافس بين البلدين فيما يخص الفهم في مجال القيم المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. ولكن الفارق بين الوضع والحرب الباردة هي أن البلدين مرتبطان ببعضهما البعض من الناحية الاقتصادية، فالصين مدمجة في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ولكن في الحرب الباردة كنا نتحدث عن الاتحاد السوفيتي وأمريكا وكأنهما قوتين منعزلتان. إذن هذا وضع جديد يختلف عما رأيناه من قبل. لدينا قوتان عظمتان يختلفان في الناحية الأيديولوجية، ولكن هناك ارتباط في الناحية الاقتصادية.